محتوى كوميدي على تيك توك وعندك فيديوهات بتجيب ملايين على هيدي الوسيله او على التطبيق، ليه قررتي تدخلي جنت معك؟ اول شيء انا جنت لها عندي 5 سنين. نعم. جنت عن جد بكل معنى الكلمه بعتبرها شخص اخت لإلي، مش انه عم نحكي تنحكي، جانو شخص يعني انا اذا بتغيب عني 5 دقائق بضيع. بتتعامل مثل ما نحن بنتعامل واحسن يمكن. انت مزوجه؟ ايه مجوزه. نعم. عندك ولد؟ يس. عندك ولد. سو ولهالسبب عم يعني عم نكسب منها معاملتها المنيحه لإلنا ولابننا. جانو من وين؟ من وين انت؟ بتحكي عربي؟ اثيوبيا. ليك شو بشوشه ومهضومه هيك بتضلها تضحك بالبيت، في احلى من هيك. جنات صار لك 5 سنين بلبنان، انت بس تحكي عربي كثير منيح ولا لا؟ ماشي كثير. بتحبيها انت للمدام؟ كثير. ليه بتحبيها؟ عم تعملي كرشي. اليان ليه لابسين نفس الشيء انت وجنات؟ شو بدك تقولي؟ اوكي انا حابه اوصل فكره معينه، قد ما بنسمع وبسمع من عده صراحه اثيوبيات يعني وبعالمنا عالمنا اللي عم نعيشه هلا، انه مثلا مدام تعطيني ثياب مخزوقه، مدام تعطيني ثياب ما بدها اياهم او كبار عليا. ايه بس هيدا مش معناتها تدوبي ببعض وتلبسوا نفس الشيء. انت شايفتيها مبالغه يعني؟ ايه هي زيدتها شوي. لا بس فيها تلبسها اهم ماركات. انا بلبس البنت اللي عندي من اسم ماركه معينه، بس فوت بصيروا يجاوروني النساء. أنا بس مش بتبقى انا بنتي اذا انا لابسه اخضر انا ما بلبس اخضر. هلا كل انسان بتشوفها عيلة، هي بتشوفها ايه مثل عيلة البيت، ما في فرق بينه وبينها. بس قصدي هيدا اللبس أنا يعني ما بدنا نحكم. لا لا بدنا عم قلها اياها بوجه بسلاسه. خليني بس هيدا بالنهايه. انت كل ما بترجعي معها بتلبسوا نفس الشيء؟ لا لا مش عم هي هلا استيب يس مزبوط مش على طول نفس الشيء، بس انا حبيت وصل فكره انه في مساواة. لا أصبح. فينا نشوف فيديو من الفيديوهات نرجع بسمعك إليان. يلا أكيد. هون انتوا لابسين زي شيء عن جد كثير مهضومين. بس لحظه عندها وقت تشتغل؟ هي بتشتغل بالبيت ولا شو؟ بصراحه اذا بدها تقضيها على تيك توك يعني قد ايه بتحضروا للفيديو؟ رابعه بصراحه هلا عن جد انا اذا بدي احكي بدكم تقولوا يمكن عم بالغ. انا جنت نهار بالجمعه بتشتغل، نهار بالجمعه مين بنضف باقي ما هي نهار بالجمعه باقي ما تبقى يعني عريحتها الماكسيموم على ريحتها. لا ما يعني يعني مستلمه هي البيت يعني بيتها يعني بتوعى وقت اللي بدها عندها. بس عندنا نحن مثلا محددين انه نهار الاثنين تعزيل كامل، يعني بتوعى من الساعه 6 الاثنين ما بتنام. نعم. يمكن قبل العشر 11 عندها هالنهار متعب. باقي ايام الجمعه هي حره كيف تقسم الشغل، تاكل تقعد معكم على الطاوله، بتقعد قبلنا على الطاولة أكيد، بتظهر معنا بتسهر معنا، بعمل لها أرجيلة للست كان بتقرقلي جنات بتقرقلي 100% 100% بس حرام تأرجل بعدها صغيرة هدي هي حلا. لا بس كثير صغيرة عمرها 22. هبة شو شفتي هالنموذج الحلو غيرتي فكرك إنه على فكرة هلا هي أنا تعاملت معهم بطريقتها بس أنا ما لقيت طريقتها يعني طريقة العاملة كمان ما لقيت هيدي الهضامة انه تكوني سلسة انه تتقبلي. انت هالقد كنت منيحة كنت هيك ايه ما عم تقول ارجيلي انا كنت يعني هي مظلومة الا ارجلي. دكتور نوفل شفت صحية العلاقة بين اليان وجنات؟ اكيد لا تو ماتش انت فاتحة انا بس هالقد عم لها ارجيلي هيدا مش لا مش ما انا هي جاية للبنت تشتغل بوظيفه محدده مش لاعمل لها ارجيله واعمل لها عصير. بالعكس انت انا دلعتها اوفر. بس خلينا في حدود برايك ايه بين رب العمل وبين كل شيء زاد عن حده نقص. اول شيء الدراسات المنشوره اللي قريتها انا قبل ما اجي على الحلقه اكثريتها بتحكي عن الصحه النفسيه واذا بدك العلاقات السيئه. نعم. بين عم بحكي عن العاملات والعاملين. ما بعرف اذا في دراسات لان احنا بالنهايه ما بنحكي بس راينا الشخصي. نعم. اذا في دراسات بتخبرنا عن العلاقه الايجابيه بهالطريقه اذا هيدا الشيء بيسيء ولا ما بيسيء. بس اللي فيني اقوله انه بغير اذا بدك بغير قطاعات نحن بنعرف انه اليوم لما يكون العلاقه بين البوس والامبلوي يعني الموظف جيده هيدا الشيء بيساعد اكثر من الانتاج والزياده الانتاجيه. نعم. يعني انا عم جرب فكر انه من هالنموذج هيدا بركي هيدا الشيء ايجابي.